بشكل عام، أهالي البرا بشكل عام بتحب الرياضة، رياضيين من زمان، ولكن بسبب التهجير اللي صار عنا والحرب اللي صارت عنا يعني ما حسننا نتابع. هلق عم نحاول نرجع نعيد، صرنا فسحة أمل، عم نحاول نعيد إنه نرجع الأيام الماضية اللي كنا نتابع فيها كأس العالم. فتحنا الصالي هون متنفس طبيعي للشباب اللي عم شاهد كأس العالم، ومشان الضغوط النفسية الموجودة عندهم بيروحوا هون عن نفسهم يعني في الصالة، ولكن بسبب القصف المستمر على القرية وأطراف القرية يعني العدد اللي بيكون هون ما بيكون في عدد مزبوط وعدد منيح. إذا بيضل العدد هيك والمشاركة هيك احتمال يعني نسكر بسبب الظروف هاي وبسبب القصف الموجود. سبب القرب مع مناطق النظام بيناتنا 3 كيلو، فما بنحسب من قيم صالات، فاضطرينا انه نتابع المونديال في بيوت في غرف صغيره، كل مثلا 7 8 10 10 شباب قرايبين جيران عم نتفرج في بيت مشان ما يصير عندنا تجمعات كبيره. طبعا كأس العالم له بهجه كبيره السنه كونه أقيم في دولة عربية مثل قطر، ونحن منفتخر وقلنا رفعة الرأس أنه قطر تستضيف مونديال كأس العالم.